بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يدخل المشمش في عدة وصفات للجمال، حيث يوصف المشمش بأنه فاكهة الجمال لأنه يحتوي على أهم الفيتامينات مثل الفيتامين A والفيتامين C. وصفات المشمش رائعة جدا لجمال البشرة، تحارب التجاعيد والخطوط والتشققات وأثار الشيخوخة على البشرة، لأن المشمش غني جدا بالعديد من المواد المضادة للأكسدة التي تفيد البشرة، وقاية البشرة من الأمراض الجلدية كالحبوب والبثور وآثار الحبوب، يحارب آثار التقدم في السن والتي تظهر بوضوح على البشرة. يؤدي استخدام المشمش إلى زيادة النعومة للبشرة وإضفاء اللمعان عليها والحيوية، يخلص من الجفاف وفقدان الحيوية في البشرة، كذلك يفتح البشرة الداكنة، وكذلك يجعلك تتحصلين على بشرة صافية خلال شهر رمضان. كذلك المشمش يرطب ويغذي ويعطي لمعان وإشراقة وحيوية لبشرتكم. وصفة اليوم هي عبارة عن كريم يستخدم لعلاج التجاعيد وتفتيح البشرة في نفس الوقت. هذا الكريم يستخدم بصفة يومية. نحتاج إلى المشمش، طبعا كمية من المشمش، يمكن عمل كمية كبيرة من المشمش. المشمش يضرب في الخلاط بهذا الشكل، نتحصل على هذا المزيج، يضرب في الخلاط. ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من الدقيق الأبيض، دقيق أبيض أي دقيق المخبوزات. ونضع مزيج عصير المشمش شيئا فشيئا حتى نتحصل على كريم يمكن وضعه على البشرة. نخلط شيئا فشيئا هكذا بهذا الشكل حتى الحصول على كريم المشمش الرهيب لجمال البشرة، ويحارب التجاعيد بصفة رائعة جدا. بهذا الشكل نخلط جيدا حتى يمتزج مع بعض بهذا الشكل، وعلى بشرة نظيفة يوضع هذا الماسك مدة 5 دقائق فقط، لأنه يستخدم بشكل يومي. نتحصل على كريم بهذا الشكل. على بشرة نظيفة وزعي هذا الكريم من الرقبة حتى بشرة الوجه، يمكن وضعه كذلك على اليدين وكامل الجسم دون استثناء. يترك قلت لمدة 5 دقائق، ثم بعدها يزال بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق المسامات. يستخدم هذا الكريم بشكل يومي، يمكن الاحتفاظ بهذا الكريم في نفس العلبة ووضعه في الثلاجة واستخدامه بشكل يومي. بهذا الكريم ستستغنين نهائيا عن المكياج، تحصلي على بشرة فاتحة بدون خطوط ومورّدة. هذا الماسك يصلح كذلك حتى للرجال، يمكنهم استعمال هذه الوصفة لجمال بشرتهم ومحاربة الخطوط والتجاعيد التي تظهر عليها. يمكن كذلك استخدام هذه الوصفة للبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق. الوصفة آمنة لهم وليست لها أي أعراض جانبية، لكامل الجسم يمكن استعمالها. الوصفة رائعة جدا. وبعد ما تزعي هذا القناع، رطبي بشرتك بواسطة، إذا توفر لديك زيت المشمش رائع جدا لتكملة الوصفة ومحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة. هذا الماسك قلت يمكن الاحتفاظ به في علبة في الثلاجة واستخدامه بشكل يومي. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة.
أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.